معانا عبر الهاتف الآن مرة أخرى الأستاذ مؤيد شهاب، رئيس اللجنة المنظمة لمباراة مصر وبلجيكا. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح النور سعد كريم، أرحب فيك والقائمين على البرنامج الجميل، وشاكركم على الاستضافة. إن شاء الله تكون خفيفة ومفيدة بنفس الوقت لإخواننا المشاهدين إن شاء الله. ده شرف لنا كبير. قول لي بقى، ليه اخترت تنظيم مباراة بداية كده بين منتخب مصر ومنتخب بلجيكا؟ منين جات لك الفكرة، أو إزاي، أو اخترت منتخب مصر وبلجيكا لهذه المواجهة؟ والله شوف، في البداية طبعا الكل عارف أن منتخب بلجيكا يعني المصنف عالميا رقم 2 حاليا طبعا. التصنيف العالمي، وعنده استعدادات كبيرة لخوض نهائيات كأس العالم. وطبعا الكل عارف أن في مجموعة منتخب المغرب الشقيق، فطرحنا الفكرة على الاتحاد البلجيكي باستضافتهم في الكويت. فطبعا هم تم اختيارهم لمنتخب مصر الشقيق ليكون هم لمواجهتهم بما يملكون من عناصر يعني غنية عن التعريف. وأنا بالنسبة لي دائما أقول دائما منتخب مصر فخر العرب، وأنا أعتبره هو بطل أفريقيا، يعني عنده تاريخ حافل بالبطولات، ومع الأسف يعني حزننا عدم وصوله هذه المرة يعني النهائيات. بإذن الله إن شاء الله بنشوف النهاية القادمة، بنشوف العلم علم مصر يرفرف إن شاء الله في النهائيات القادمة. حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي صورتك في استقبال محمد صلاح نجمنا المصري والعربي الكبير، وهذا اللقاء اللي بينك وبين محمد صلاح. والله شوف، يعني هو محمد صلاح طبعا وصل بلده الكويت اليوم، ولو بتشوف ردود الافعال كانت جدا جدا كبيره على مستوى الكويت، وعلى حتى على مستوى المسؤولين في البلد من الاسره الحاكمه لاكبر شخص واصغر شخص. يعني شفنا فيديوهات طريفه، وحقيقه انا كنت حابب انه ممكن يعني تسمحوا لي ابعث لكم فيديو بعدها، يا ريت تعرضوه عندكم، ردود الافعال في المدرسه الصغار ازاي بيرحبوا في الكابتن محمد صلاح وعفويتهم، فهذا يدل محبه شعب الكويت. يا ريت يا فندم حضرتك ابعته وفورا نذيعه كمان ان شاء الله. ان شاء الله. الله يخليك. وطبعا انا اول شيء يعني ارحب بعثة اخواننا المنتخب مصر الشقيق، على راسهم طبعا الاخوان في الاتحاد الكابتن وليد العطار، بين اهلهم وبلدهم هذا الاول يعتبر. وبفضل من الله يعني الحمد لله احنا قاعدين نسهر على راحتهم ان شاء الله، وبفضل من الله الامور كلها طيبه. واطمنكم الكل بالكويت يؤازر منتخبنا. لا عارفين، يعني عارفين ومتاكدين.